صباح الخير، أنا آن مايتلاند، أنا أستاذة مشاركة بكلية الطب مونت سيناي، وأعمل بقسم الحساسية والطب المناعي بنيويورك ني، وإنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أتحدثكم عن متلازمة تنشيط الخلايا البدنية، وهي متلازمة اكتشفت قبل 100 عام تقريبا، لكن هناك معلومات بشأنها كثيرا خلال الحقبة الأخيرة. وهي العلاقة بين متلازمة تنشيط الخلايا وبين الأنسجة الضامة. سنتحدث عن متلازمة تنشيط الخلايا. كما قلت، هذه تنشيط الخلايا، ما دورها؟ ما علاقتها بأشياء أخرى في الجسم؟ وما الذي يحدث عندما تتوقف هذه الخلايا البدنية عن دورها؟ كذلك سنعرف دور هذه الخلايا في مع النسيج الضام. قلت أنها اكتشفت قبل 100 عام تقريبا، وهي خلايا بعيدة عن الجهاز المناعي، وقبل عام 1989 ما كان يعرف عن تنشيط الخلايا هو أنه كانت موجودة، لكن بعد عام 1989 عرف على أنها لها علاقة بنقل الحساسية، وذلك بفضل دراسة ناشونال انستيتوت للمعهد الوطني لدراسات المناعة. بعد ذلك اكتشفوا أن هذه الخلايا البدنية لها علاقة بالكريات، بالهيموغلوبين عفوا، وأنها بانتقالها إلى العضو فإنها قد تحدث حساسية، وأنواع مختلفة من الحساسية، سواء كانت حساسية في الجسم، عفوا، حساسية في الجلد أو حساسية في الأعضاء. بعد هذه السنة كان هناك العديد من المرضى الذين يأتون بأعراض كثيرة من الحساسية، سواء على مستوى الجلد أو على مستوى الأوعية الدموية أو على مستوى جهاز الهضمي كذلك. وبعد إجراء الاختبار المناع الحساسية اكتشفنا أو كان السبب الأساسي لهذه الأمراض هو الحساسية. وبعد حل و بعد إجراء الإجراء بعد عمل إجراء الحساسية أو تحليل الحساسية، وجدنا أن الحساسية بالنسبة لهم أنهم لم يكونوا يعانوا من نوع من حساسية. بعد ذلك انتقلنا إلى الطبيب المتخصص في الجهاز المناعي، الجهاز الهضمي إذا كانوا يعانون من مشاكل هضمية، أو في الأوعية الدموية إذا كانوا يعانون من مشاكل أوعية دموية. لكن هؤلاء المرضى بعدما توجهوا إلى هؤلاء المتخصصين لم يجدوا إجابة عندهم، وأرجع ذلك، أو كان الأطباء يسألونهم عما إذا كانت لديهم مشاكل نفسية، وكان هؤلاء المرضى يصلون إلى درجة كبيرة جدا من الإحباط، لأنهم يعانون من مشاكل جسمانية ولا يجدون إجابة. لذلك أعدنا النظر في دور هذه الخلايا البدنية، والآن هناك معلومات كثيرة حول دور هذه الخلايا البدنية، وهناك الكثير من المتخصصون يعرفون الكثير عن هذه الخلايا البدنية. وبالتالي فعندما يذهب المرضى إلى أطباء الرعاية الأولية، فإن أطباء الرعاية الأولية من حكم معرفتهم بدور هذه الخلايا، بتنشيط الخلايا البدنية، فإنهم يقومون بإحالتهم إلى المختص في المرض المعين. وهذه الخلايا موجودة في الجسم، وموجودة كذلك في
في النسيج الضام وفي أماكن وفي أعضاء مختلفة من الجسم وتلعب الدور ذاته إذ تفرز بشكل طبيعي. لكن منشأ أو أصل هذه الخلايا البدنية ليس الدم وإنما هو النخاع العظمي، وبالتالي فهي تخرج هذه الخلايا من النخاع العظمي وتنطلق بعد ذلك إلى الدم. كما ترون فإن الخلايا البدنية عندما تصل إلى أو هي موجودة في القناة الهضمية وموجودة كذلك في الأمعاء وفي أماكن كثيرة جدا أخرى من الجسم، هذه الخلايا البدنية لا تلعب دورا واحدا فقط وإنما تلعب أدوارا مهمة داخل النسيج الضام للجسم. وبالتالي فكانت هناك دراسة تتحدث عن الأدوار المختلفة التي تلعبها هذه الخلايا البدنية والتضرر الذي يقع على الجسم إذا لم تنشط هذه الخلايا البدنية. وهنا نعرف أن هذه الخلايا البدنية موجودة في البشر وموجودة في الأسماك وفي الفقاريات وفي الطيور وكذلك موجودة في اللافقاريات. وخلال 30 سنة الماضية رأينا أن الخلايا البدنية لا تلعب دورا في عمل الأجهزة النسيج الضام وإنما كذلك في الدفاع عن النسيج الضام وفي الدفاع عن الكثير من الأجهزة الأخرى داخل الجسم. و تلعب كذلك دورا في الهرمونات الجنسية التي يفرزها الجسم. وبشكل عام فإن الخلايا البدنية هي ليست جزءا فقط من النسيج وإنما أيضا هي جزء من الدفاع عن هذا النسيج. وعندما أتحدث عن الدفاع وعن إصلاح النسيج أريد أن أقول أن الخلايا البدنية لها دور كبير جدا في وقف نزف الدم أي الإرقاء، لأنها يجب أن يكون الجسم مثلا في حالة طبيعية من حيث درجة الحرارة ما بين درجة 36 درجة و 37 درجة ونصف مثلا، ويجب أن ونعرف أن الجسم يتلائم مع درجات الحرارة المختلفة، لكن إذا لم يتلائم الجسم فإن الجسم يقول لك أنا عملت كل ما بوسعي لكي أتلائم مع هذا الوضع لكن الآن حان دورك أنت لتحل هذه المشكلة. وبالتالي في هذه النقطة تنشط الخلايا البدنية وتساعد في ملائمة الجسم وملائمة درجة حرارة الجسم. أيضا تقوم هذه الخلايا البدنية بإصلاح الأنسجة الموجودة في الجسم. أنتم ترون هنا أنها موجودة تحت النسيج وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 6 كيلومترات من هذه الخلايا البدنية. وبالتالي فهذه الخلايا البدنية تقوم بتحليل إذا كان هناك تغيرا في المحيط وبمعرفة المخاطر وتقوم كذلك بإفراز المواد الكيميائية وتحاول الحصول على كافة البروتينات للسيطرة على الوضع. وبالإضافة إلى
كذلك تعمل هذه الخلايا البدنية عندما يكون هناك إصابة للأنسجة أو استنزافا لأحد الأجهزة البدنية الداخلية، وبالتالي فإن هذه الخلايا البدنية تقوم باستعادة هذا الاستنزاف في عضو الجسم، وأيضا تعمل على حماية الجسم من الالتهاب، وبالتالي هي مهمة جدا في مكافحة الالتهابات. يمكنها كذلك أن تتحكم في إصلاح النسيج وفي الدفاع عن الجسم في حالة الجروح. لكن إذا كان لدينا مشكلة في فرط الحساسية، فإن الخلايا البدنية تدافع عن كما قلنا عن تدافع عن الجسم في حالة الجروح، هي تقوم بإفراز مواد كيميائية كما رأينا في حالة الكوفيد 19. لعبت الخلايا البدنية دورا كبيرا في مكافحة المشاكل الناتجة عن هذا الفيروس، ولهذا نحن نفكر أن يمكننا التفكير بأننا هذه الخلايا مهمة جدا كذلك في حالات إهلرس-دانلوس، وبالتالي نعطي مثالا هنا. مثلا عندما نرى هنا حيوان الزبرة به ألوان مختلفة، وبالتالي فإن هذه الخلايا البدنية تعد لونا من هذه الألوان، قد يبدو لنا الشكل غير جيد، لكن في الحقيقة هي تلعب دورا كبيرا بغض النظر عن الجزء الموجود به من الجسم. الآن سننتقل إلى موضوع آخر له علاقة بوباء القرن الحادي والعشرين، ألا وهو متلازمة الحساسية المفرطة. حتى في القرن العشرين كان هناك معدلا كبيرا من الوفيات نتيجة لهذه المتلازمة، لكن بتحسين الطب وبتحسين التقدم في الطب والنظام الطبي كذلك، تم إحراز تقدم كبير في بصدد العديد من الأمراض كالسل، وكذلك الأمراض التي لها علاقة بالحساسية. تم تحسين المصل الخاص بهذه الأمراض وتحسين حياة الأشخاص، لكن بدأ ظهور نوع آخر من متلازمات الجهاز التنفسي مثل الربو وأمراض أخرى لها علاقة بهذا الجهاز التنفسي ولها علاقة مباشرة بضعف الجهاز المناعي كذلك. لا يمكن أن نتجاهل هذا الأمر، إذ أن هناك جزء كبير من الأطباء يجهلون الأمراض المنبثقة أو التي لها علاقة بتنشيط الخلايا البدنية، أيضا بالإضافة إلى عمل هذه الخلايا البدنية في الدفاع عن الجسم، كذلك تعمل عندما يتعرض الجسم إلى تلوث أو إلى بكتيريا كذلك. وأيضا يجب أن نرى أن هذه الخلايا هي عنصر هام في وسائل دفاع، حيث أنها تفرز عدد من المواد الكيماوية التي تتحكم في الالتهابات وفي الأنسجة. إذن ما هو الأمر الذي يمكن أن يتيح لنا فهم أن شخص ما يعاني من هذه الاضطرابات الحساسية؟ نحن نعيش خضم مجتمعات مدنية متحضرة، ونحن ضحايا هذه المجتمعات الحداثية، حيث أننا ابتعدنا من بيئات أجدادنا وأسلافنا، وبالتالي فإن هذه الأجهزة وأجسامنا أصبحت عاجزة عن مواجهة كل هذه المواد والسموم والتلوث الذي نتعرض
يتعرضوا له سواء في الأكل أو في الألبسة أو في الأثاث والمفروشات. وكل هذا طبعا مع بمرافقة مع عدد من القيود الفيزيائية، وحيث أن العديد والجسدية، حيث أن كثير من الأشخاص يعانون من اضطرابات جديدة، وهذا سيجعل من عدد من الأجسام يعني تتفاعل بشكل سلبي. الحقيقة هو أن جلدنا وجهاز تنفسنا والهضم هي معرضة بشكل دائم إلى أجسام غريبة في محيطها، وبإمكاننا نقول أن هذه الأجسام الغريبة تواجهها عدد من عناصرنا، وبالتحديد الخلايا المسؤولة عن الدفاع، ليس فقط للدفاع ولحمايتنا خارجيا لكن أيضا داخليا. وأيضا هذه الخلايا يمكن أن تجند خلايا أخرى أيضا متخصصة في الدفاع. وأيضا عندما يتم التعرف على جسم غريب يمثل خطرا، فيتم تنسيق رد النسيج، وإذا كان الرد بطيئا أو أنه لا يشمل عدد من العناصر الفاعلة، فنهاية المطاف أنت ستصاب بالمرض. ولكن إذا كانت العناصر المدافعة أو الحامية غير كافية، فأيضا هذا سيؤدي إلى المرض. وهذا ما أسفرت عنه عدد من الدراسات، مثل التي قام بها الدكتور سفاليس، حيث أن بعض نتائجها، وأن مثلا هناك الأنسجة الوسطية والضامة، حيث مثلا قد في الطبقة الثانية من الجلد، حيث هناك حكة مثلا، أو هناك بعض الأمراض الالتهابية المعوية، أو بعض الأمراض التي تصيب الشريان التاجي، أو مثلا بعض الاضطرابات المتعلقة بالتوحد بالتعلم، وأيضا من المشاكل التي تحصل والتي لها علاقة بالخلايا البدينة، هذه الاضطرابات التي نتناولها اليوم. ونحن نعتقد أن اليوم في يومنا هذا نصف السكان سيعانون من أمراض لها علاقة بالخلايا البدينة، وبما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من حساسية موسمية، بما في ذلك مثلا الأشخاص الذين يعانون من حساسية في أجهزتهم التنفسية، من ضيق التنفس مثلا، ومن الربو، ومن مشاكل الجلد، وأيضا الجهاز الهضمي. وبالتالي هناك كثير من هذه التمظهرات التي لها علاقة بالخلايا البدينة، وأيضا هذا له علاقة بالنمط الغذائي، بما في ذلك الحساسية مثلا في عندما يتم تناول بعض الفواكه الطرية أو الطازجة مثل الخضروات والفواكه. أيضا يمكن أن نقول أن هذه الخلايا الحامية أو الدفاعية ليس فقط يمكن أن تفعل بمؤثرات مثل بعض المأكولات أو بعض الملوثات، وبعض هذه الخلايا المدافعة والحامية تلعب دورا هاما جدا بالنسبة لبعض الاضطرابات التي تؤدي إلى آلام، مثل الصداع الرأس النصفي أو صداع الرأس العنقودي، أو مثلا هناك بحث تحدث عن هذه النوع من الاضطرابات التي لا علاقة بالخلايا البدينة، وذلك على صعيد الطبقة الثانية من الجلد. كما أن هناك عدد من الحالات التي تتأثر بعدد من العوامل الكيميائية التي قد تؤثر على العامل الحساسية. طبعا كل هذا استقيته ليس فقط من الأبحاث، لكن أيضا من شهادات مرضاي
حيث بعضهم يعانوا من اضطرابات على صعيد الأمعاء وبعض المقاومة أو الرفض لبعض الخضروات وبعض الأطعمة التي كانوا يتناولونها بشكل اعتيادي في السابق، وربما قد يعانون من ضيق في التنفس لدى دخولهم إلى محل تجاري يستعمل بعض العطور مثلا، وبالتالي لابد من نحن صحيح أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات. مثلا في 2007 تم اعتبار عدد من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وذلك بسبب الدفاعات، خلايا الدفاعات، وقد قامت منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات مثل المنظمة الأمريكية الأكاديمية الأمريكية للحساسية لاعتماد إجماع على معايير تشخيص جملة أو مجموعة من الأمراض المتعلقة بالحساسية، والتي تمت بسبب تدخل الخلايا الدفاعية، والعلاج يكمن في تناول عدد من المواد والأدوية التي تقلص من ردود فعل تلك الخلايا الدفاعية، وأيضا من خلال إفراز بعض المواد التي تخفف من الأعراض ومن حدتها، وهو ما يمثل تقدما بالمقارنة بما كانت عليه الأمور قبل 20 سنة. بإمكاني أن أقول أن لدي 5 إلى 6 مرضى في الأسبوع يسعون لاكتشاف ما إذا كانت لديهم أي اضطرابات لها علاقة بالخلايا البدينة، وإذا كانت لهم علاقة كانت لذلك علاقة بحساسيتهم أو ب يعني هبات الحرارة أو بالحكة أو بضيق التنفس. وبالتالي نحاول أن نرى ما هي طبيعة الأعراض وأسبابها، وإذا ما كانت للخلايا البدينة علاقة بذلك، وما هي، ونقوم بعدة فحوصات. وما نقوم به بشكل عام هو أن نستند إلى عدد من المعايير ومن المنهجيات بخصوص ولا سيما بالنسبة للمرضى إهلرز-دانلوس. وهنا لدينا مثلا هذه الدراسة وهي من إسبانيا بخصوص عدد من الأعراض، بما في ذلك مثلا الحكة، بما في ذلك الإسهال، ومثلا عدد من الأعراض المتعلقة بالمزاج وبالنفسية وبالأعصاب، وأيضا بعض التي لها علاقة أيضا بالمشاكل في الهشاشة العظام ومشاكل في الكبد. وأيضا هناك بحث حيث الذي قام به هاملتون وآخرون، حيث أن بالنسبة للحساسية التي لها علاقة بالخلايا البدينة، وهي فعلا وهذه هذا البحث هام جدا، وقد عكف على القولون المتهيج، وكانت وقد استغرق هذا البحث 5 سنوات، وتابع عدد من المرضى الذين يعانون من التوتر في المسار الهضمي، وحاولوا البحث عن العلاقة الكامنة بين هذه الأعراض والخلايا البدينة. وقد تلقى هؤلاء المرضى على مدى 5 سنوات معالجات، سواء لتخفيف الأعراض أو لكبح تلك الردود الفعل الحمائية من طرف خلايا الدفاعية. أيضا من بين ما يعانوا منه بالإضافة إلى الإسهال ومثلا الالتهاب في العيون، هناك أيضا أعراض لها علاقة بالمزاج وبالأعصاب وبالتوتر النفسي. أما بالنسبة للعلاجات، هناك عدة معايير، هناك تلك التي لها منطلقات لتهدئة الخلايا الدفاعية،
وهناك أيضا الأدوية التي لها آلية مكافحة الهستامين مثلا، وحيث أن هناك عدد كبير من الأدوية المكافحة للهستامين مثل بيبسيد وفانتاك، وهي يمكن الحصول عليها حتى بدون وصف، بدون وصفة طبية. وأيضا هناك بعض لدينا اللوكوترين، وأيضا لدينا يعني مواد تساعد على استقرار الخلايا الحمائية. وأيضا هناك دواء يعتمد آليات مكافحة الاي جي اي، وهو يستخدم في بعض حالات الحساسية ولا سيما الربو أو ضيق التنفس. أيضا من الممكن استخدام بعض الأدوية التي تعتمد على الكورتيكويد وبعض الأعشاب الطبية، بالإضافة إلى الوخز بالإبر السنية، لأن هذه تندرج في الطب البديل لكنها تخفف من عطاء وتخفف من الأعراض. أيضا هناك معايير لها علاقة بطبيعة الفحوصات، مثلا فحوصات تحليل الدم بالنسبة لجميع أشكال الخلايا الحمائية، ولكن لا يمكن اكتشاف الماتوسيت أو الخلايا البدينة، بالتالي أحسن طريقة لاكتشاف هذا السبب هو عندما، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمرضى هيلرز-دانيلوس، هو أن نقوم بتحليل خزعة الجلد. وهنا نرى مثلا كيف نجد هذه الأشكال العنقودية وبعضها خطية، ومثلا إذا كان هنا من الممكن مثلا أن نستخدم بعض مؤشرات مؤشرات الواصفة مثل CD2, CD2, CD39, CD25، وكلها مفيدة في هذه. وأيضا أيضا من الممكن أن نستخدم بعض المؤشرات البولية مثلا، ومن بينها مثلا السيروم تريبتاز مثلا، وإذا كانت فترة مثلا للتفاقم أو اشتداد الأعراض فيمكن قياس تريبتاز كل 3 ساعات. وهناك مؤشرات أخرى في مثلا لدينا مثلا الهستامين PGD2 وهيستامين 11 بيتا. و صحيح أن هذا ليس دائما من السهل العمل بتحليل البول، لأنه عندما يصل إلى المعمل أو المختبر يجب الحفاظ على هذه العينات على برودة محددة، وهذا ليس دائما متاحا، وربما قد تفسد للعينة في المشوار الذي يقطعه المريض إلى غاية المعمل. وعادة أيضا نستخدم كمؤشر الكوموغراميم سواء من جملة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، وأيضا والإيبانينا أيضا يمكن أن تمثل مؤشرات لهذا النوع من الاضطرابات. لكن صحيح أن البيانات في بعض الأحيان غامضة وليست واضحة بما يكفي، وبالنسبة للخلايا البدينة أو بالنسبة للخلايا الحمائية أو الدفاعية، ولكن هذا لوحده ليس كافيا، لأن قد تكون هناك أسباب كامنة لا نعرفها. مثلا على يمينكم هناك هذه جملة من الأمراض التي تحاكي نفس الأعراض التي نجدها بالنسبة كما تكلمنا عنها. لدينا مثلا الحالة
المتلازمة تسارع ضربات القلب الانتصابي التي نجدها، ولكن السبب فيها لا يعود لتلك الخلايا التي تحدثت عنها من قبل. وهناك وكما أشار كشف ذلك البحث الذي قام به هاملتون على مدى سنتين، فقط 20 مريضا ثبتت إصابتهم بذلك السبب. مع الأسف هذا الشريط طويل، لكن بإمكانكم، وسنتوقف هنا وبإمكان حضراتكم أن تطلعوا عليه في الموقع. شكراً.